السلام عليكم متابعي قناة ستار تيوب. لا تنسى دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. نقدم لكم في هذا الفيديو تصريحات السيد فادي الدباس رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم في حواره مع إذاعة سوريانا اف ام. قال السيد دباس: نعمل وفق خطة تحضيرية لكأس آسيا وضعها المدرب الألماني شتانغا، وأطمئن الجميع على المنتخب، فنحن نعمل بشكل سليم، واليوم جددنا الثقة بالمدرب الألماني شتانغا كمدرب لمنتخبنا. أحمد الصالح لاعب كبير، وهو من أفضل مدافعي آسيا، والمدرب شتانغا لديه فكرة تامة حول مستوى الصالح، وكانت رؤية المدرب أن يتابع الصالح استعادة جاهزيته ومستواه مع فريقه، وأن يحضر بدلاء له خلال الوديات السابقة. فراس الخطيب قائد ضمن الملعب وخارجه، ووجوده ضروري، وفترة التجريب انتهت في المنتخب. بالنسبة لمشكلة الظهير الأيمن، هناك أكثر من لاعب. هناك علاء الشبلي الذي وقع منذ أيام مع فريق النجف، وهناك حسين جويد وعمرو جنيات وعبد الملك عنيزان، والذي تم تجربتهم في الوديات السابقة، والرؤية الفنية للمدرب هي التي ستفرض نفسها. هناك اتصالات مع وكيل أعمال اللاعب محمود داود ومع اللاعب لأجل تمثيله منتخبنا الوطني، وخلال 10 أيام سيكون هناك توضيح رسمي بشأنه. المدرب أخبرني أن فترة التجريب انتهت، وقد قدم لي قائمة من 30 لاعبا ليتم اعتمادها في الوديات المقبلة والبطولة الآسيوية. ما حصل مع حميد ميدو أعتبره من غيرته على المنتخب، ولكن لا يوجد مدرب في العالم يقبل بأن يفرض عليه لاعب أن يلعب أساسي. الأردن دفعت أموالا طائلة لتلعب مع كرواتيا، كذلك السعودية لمنتخب البرازيل والأرجنتين. لا أجد هناك فائدة من هكذا مباريات حاليا، فتحضيرنا لمواجهات آسيوية، وهناك فرق بين منتخبات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهذا طلب المدرب أن يلعب مع منتخبات آسيوية ليطبق خططه مع منتخبات آسيوية. الكادر الفني يتابع بالتفصيل منتخبات مجموعتنا في آسيا. نحترم جميع منتخبات مجموعتنا وكل منتخبات البطولة، ولكن منتخبنا هو أحد الفرق المرشحة لوضع بصمة في آسيا. اللاعبون يعرفون المسؤولية التي عليهم وسيبذلون كل الجهد لإسعاد السوريين. كل بطولة لها ظروفها، نحترم المنتخبات الكبيرة في آسيا، لكن كنا ندا قويا لهم في تصفيات كأس العالم. ثقافة الخوف انتهت لدينا، وأصبح لدى منتخبنا ثقافة الفوز. ملعب المدينة الرياضية في اللاذقية سيكون في أجمل حلة. سنعين وقتا لقدوم لجنة الفيفا إلى سوريا لمعاينة الملعب والمطارات والحالة الأمنية لملف رفع الحظر عن الملاعب السورية. ملعب العباسين باق، هناك شركة وضعت دراسة وتكلفة لإعادة تأهيل الملعب ليكون جاهزا. هناك اتحادات عربية وأفريقية وأوروبية ترغب في اللعب في سوريا بعد رفع الحظر. وفي الختام، كل الشكر للسيد فادي الدباس الذي يعمل جاهدا للارتقاء بالمنتخب وإسعاد الجماهير السورية. دمتم برعاية الله.